الآن تغطية خاصة على موقع صدى البلد. شرنوبي ينفصل عن زوجته راندا رياض، وخالد الصاوي يمتنع عن التصوير بسبب المرض، أما منى عبد الغني فبتتعرض لحادث سير بشع، وغيرها كتير من الأخبار عن الفنانين اللي هتلاقوها معنا وبس في نشرتنا الفنية. تابعونا. الفنان محمد الشرنوبي قرر هو وزوجته راندا رياض من شهر الانفصال شوية وقت لحد ما يرتبوا أوراقهم مرة تانية، وكان محمد الشرنوبي عايز الانفصال يكون في سرية تامة، إلا أنه راندا رياض فاجئته وقامت بإلغاء متابعته على انستجرام وشالت صورهم مع بعض، واللي سبب في أن كل متابعيهم يعرفوا أنهم انفصلوا. وبعدها بأيام رجعت راندا رياض عملت فولو لمحمد الشرنوبي مرة تانية، لكن الأحداث كبرت بينهم من جديد ورجعت راندا وعملت بلوك لشرنوبي، وبعدها لغته واكتفت بإلغاء المتابعة وإنها شالت الصور. بيرجع سبب الخلاف بينهم للغيرة من واحدة من الفنانات اللي شاركت محمد الشرنوبي في واحد من أفلامه الأخيرة واللي جمعته بيها صداقة كبيرة، وده كان سبب غياب راندا رياض عن العرض الخاص لفيلمه فرق خبرة. من ناحية تانية، تعرض الفنان خالد الصاوي لالتهابات شديدة في الأحبال الصوتية ونصحه الطبيب المعالج بضرورة الراحة، وبالفعل كشفت مي كريم زوجة الفنان خالد الصاوي معاد رجوعه للتصوير مرة تانية بعد إصابته بالتهاب في الأحبال الصوتية، وقالت إن الأطباء منعوه من الكلام لمدة يومين وإنه هيرجع للتصوير بعد بكرة، وإن حالته مستقرة والحمد لله في تحسن مستمر وكان بس محتاج للراحة. نروح بقى للفنان سمير صبري، واللي كشف الناقد طارق الشناوي عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري، وده بعد ما تلقى مكالمة هاتفية من جوه المستشفى. وكتب طارق الشناوي على الفيسبوك: قبل دقائق جالي أجمل وأغلى مكالمة تليفونية، وكان اللي بيكلمني هو الفنان الكبير وصديقي سمير صبري اللي بيعالج دلوقتي في المستشفى العسكري بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد أن صوت سمير زي ما هو بكل عنفوانه وخفة ظله، وأنه سمير حالته الجسدية والنفسية والوجدانية بخير، وأنه هيعمل جراحة قسطرة قريب ويرجع بعدها لبيته إن شاء الله. من الأخبار المؤسفة أيضا إصابة الإعلامية منى عبد الغني في حادث سير، وخرجت منى وطمنت جمهورها عليها وقالت: أنا بقيت كويسة الحمد لله. وقالت في تصريحات ليها على أحد البرامج التلفزيونية إنها تعرضت لكسر في ضلعين في الجانب الأيمن، ولكن الحمد لله نجت من الحادث. وقالت كمان إنها طفت العربية ونزلت سجدت شكر لله إنها واقفة على رجلها وما حستش بالكسر إلا بعد ما راحت لمستشفى دار الفؤاد وعملت الأشعة. أكدت منى عبد الغني إنه تكسر ضلعين ليها، بس ربنا حفظها إنه رجلها سليمة، وهي دلوقتي حالياً متأثرة بأنها محرومة من حاجتين: السجود في الصلاة، ودي نعمة كبيرة ربنا ما يحرمش حد منها، وإنها تنام على الشق الأيمن من جسمها. وأخيراً توفى اليوم الممثل الأمريكي ويليام هيرت عن عمر يناهز 71 سنة، وده بحسب بيان صدر عن أسرته ونشرته مواقع الفن العالمية. وقال ابن ويليام هيرت أن والده مات بشكل طبيعي بين عائلته بعد ما كان أشهر الممثلين في ثمانينات القرن اللي فات، وبعد ما حقق نجاح كبير في السينما والتلفزيون والمسرح. واستمرت مسيرة ويليام هيرت المهنية حوالي 40 سنة، وقدم فيها عدد كبير من الأفلام التجارية والأدوار الجادة بعد ما درس التمثيل في مدرسة متخصصة. وإلى هنا تنتهي نشرتنا الفنية. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع صدى البلد. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.